وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على دواء ريجين كوف 2 للاستخدام الطارئ لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة للحالات القائمة لفيروس كورونا. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، بينت الدكتورة مريم عدبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إسهام هذا الدواء في تخفيف الأعراض الشديدة للمصابين. من نوع الأدوية المحتوية على الأجسام المضادة الأحادية اللي يطلق عليها، وظيفتها هي بالنسبة للأشخاص اللي يصابون بالفيروس وتكون مناعتهم ضعيفة، يحقق لهم مناعة بحيث أن هذا الدواء من محتوياته سواء هذا الفرين كوفي 2 الجديد أو والثاني الجديد أيضا سوتروفيماب، هذه الأجسام المضادة تلتصق أو تؤثر على النتوءات اللي على الفيروس، وبالتالي تمنع من أنه يدخل إلى الخلايا ويسبب المرض الشديد والوفاة. بمعنى أن الأشخاص اللي عندهم أعراض خفيفة، إحنا ما نتكلم على علاج للأشخاص اللي في العناية القصوى اللي عندهم مراحل متأخرة من المرض، ولكن الأشخاص اللي في بداية المرض في عندهم أعراض خفيفة بينفعهم بشكل كبير هذا الدواء بحسب التجارب التي أجريت، بحيث أنه يمنع أنه يتطور إلى مرض شديد يؤدي إلى الدخول إلى العناية القصوى ولا سمح الله للتسبب بالوفاة.